المفروض الفتاة يعني نتعامل معها ازاي، او الولد يعامل الفتاة ازاي في العموم؟ الفتاة نعمة كبيرة جدا في حياة كل اللي حواليها ورزق، ويعني لازم يعني كل بيت فيه فتاة صغننة يعني حتى من وهي صغيرة جدا، ده رزق ونعمة كبيرة جدا والمفروض ان دي تبقى حاجة حلوة في كل بيت. الحقيقة اهم حاجة لأي فتاة وهي بتتربى انه البيت اللي هي بتتربى فيه يملاها بالثقة بالنفس. صح، ممكن الثقة بالنفس دي تتحسن لما هي تبقى لوحدها لما تكبر، لكن من وهي صغيرة قوي قوي أبني فيها الثقة بالنفس. أبني فيها إن هي مش هدفها الأوحد في الحياة إن أنت تكبري وتتجوزي وتخلفي يعني إنه في حاجات تانية في الحياة. طبعا ده حاجة جميلة إن الست تكبر وتتجوز وتخلف، لكن لازم كمان يبقى ليكي كيان، لازم يبقى ليكي هوايات، مواهب، كارير، شغل، أهداف تانية غير الجواز. يعني يبقى ليكي أهداف تخصك أنت كشخص، كنجاح، كإنجازات. فده بيبتدي من وهي صغيرة جدا في السن. وكمان اللي بيبتدي من وهي صغيرة إزاي الولد اللي معاها سواء أخوها أو الناس اللي معاها في المدرسة في البيت أو في المدرسة يتعاملوا معاها إزاي، وان هي تبقى فاهمه يعني ايه الحدود فين، الاحترام ازاي، انه ما تسمحش لحد يعملها باقل من اللي هي تستحقه باي حال. وده بيبتدي في سن صغير جدا. يعني خليني اقول كده، يعني حضرتك تقصدي ان لازم احنا نربي بناتنا في البيت من هم في سن صغير ان هم ما يقبلوش اي اهانه لشخصهم او لكيانهم من وهي صغيره، لازم تتعلم ان هي يكون عندها احترام لذاتها كده واكتفاء ذاتي كده من وهي صغيره عشان ما تقبل اي اهانه من اي نوع. طب هننتقل بقى للبيوت وندخل كده في البيوت بقى والمراه المتزوجه اللي هي ممكن تكون بتقابل اهانه، يعني لو هي بقى ما قابلتش، يعني خلينا نقول ان الزمن بيتغير يا دكتور. طبعا زمان ما كانوش الامهات بيقولوا لما تكبري نفسك تطلعي ايه ولما لا لما تكبري تتجوزي ولما تكبري جوزك ولما تكبري تخدمي بيتك وولادك. الكلام ده صح وجميل وكل حاجة، بس ما ربوش في البنت من وهي صغيرة ان هي تكون مستقلة نفسيا حتى. صح. فلما الست بقى دي اللي هي اتحرمت زمان ان هي تحس بالاستقلال النفسي في بيت اهلها وراحت بيت جوزها وجوزت وقابلت اهانة بقى. اهانة دي طبعا انواع متعددة، ضرب، ما بيدهش الاحترام المتبادل، ما بيساعدهش في البيت، شايف ان انت قاعده بتاكلي وتشربي فانت تخدمي الولاد. فالمفروض الست دي تتعامل ازاي؟ خلاص هي دلوقتي في امر واقع، عندها بيتها، عندها ولادها، عندها جوزها اللي ما بيحترمهاش. لو احنا هنتعامل او لو الست دي هتتعامل مع الحياه لانها ضحيه هتفضل طول عمرها ضحيه. هنقول ان هي ما اتعلمتش كده في البيت وانها ما تربتش بالطريقه اللي المفروض تتربى بيها، مش هينفع نعيش ضحيه طريقه التربيه دي فور ايفر، مش هينفع. لازم هي تفوق لنفسها بقى. يعني لو البيت ما ربهاش على ان يبقى عندها ثقه بنفسها، هي تخلق الثقه بنفسها. لو البيت ما علمهاش هي قيمتها ايه، هي تبتدي تعلم نفسها ان لها قيمه ولها حدود ولها خطوط حمراء ليها دور مهم جدا بتقوم بيه، لازم اكيد ومحدش يعرف يعمله بدلها كمان. يعني فهي لازم تبتدي هي تخلق لنفسها اللي المفروض كان يتخلق لها في بيتها مع اهلها. تخلق لنفسها كيان. يعني انت حضرتك بتقولي استقلال نفسي، صح، بس كمان لازم يبقى مصحوب الاستقلال النفسي ده استقلال مادي، استقلال معنوي. ان انا ليا حياتي مستقله، البيت حاجه جميله والمسؤوليه بتاعت البيت بس مش المحور الوحيد. يعني المفروض الواحد في الطبيعي انه بيبقى عنده حاجات كتير، على الاقل 8 حاجات تانية في الحياه غير العيل، او 7 حاجات يعني غير العيله. ففي حاجات تانية كتير قوي، يعني حالتها النفسيه، النمو النفسي بتاعها، المتعه، علاقتها باصدقائها، يعني في حاجات كتير قوي الست ممكن تستثمر فيها بجانب استثمارها. وخليني برضو اضيف على